ما كان عندنا اقتراحات مناتيهم، ومع ان حاليا حتى شي اقتراح مناتيهم، وما غادي يكونش عندنا شي اقتراح مناتيهم. هذه كنت تقنا في القضيه دي. وحنا ما كنامنوش من اللجان اللي كيصاوبوا البرامج وكتعطيو الاحزاب، حنا كنامنوا بالاحزاب عندها برامج كتعطيها اللجان ولا شي حد عنده قرار، واللجنه عندها شي سلطه تقريريه باش انت نتفاوض معها ولا نتكلم معها. شكون هي دستوريا مثلا؟ دستوريا شكون اللي عنده السلطه التنظيميه؟ الحكومه. دستوريا شكون اللي عنده السلطه التشريعيه؟ البرلمان. غادي خذ اللجنه تخذ مقام البرلمان، السلطه التشريعيه هي يرجعنا للوراء، يرجعنا نحكي ان الانظمه الشموليه. حنا كنزغرتوا بانه النظام ديما ديمقراطي دستوري، اذا ما بقى لا ديمقراطي لا دستوري، ما يمكنش داكشي. هذا كان غلط، داكشي كان غير شوف الشباب لا في ذاك كنظن تكلشنا، ما كنامنش بداك الشيء. ما يمكنلاش تاتي نتيجه، اولا ما كتعرفش شنو واقع في الماليه ديال البلاد، ما كتعرفش شنو الالتزامات الدوليه الماليه ديال البلاد، ما كتعرفش شنو الوضع الاجتماعي الحقيقي، ما كتعرفش شنو الميزانيه ديال صناديق التقاعد، ما كتعرفش شنو الوضعيه الماليه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما كتعرفش فين يمشيو الفلوس ديال صندوق الاداء والتدبير، ما كتعرفش الصعوبات اللي كتواجه اداره الضرائب الغير المباشره والجمارك اليوم. ما بقاوش نقولوا اجينا هنا ونديروا واحد البرنامج ولا نديروا اقتراحات، وانت ما عرفش المعطيات ديال الاقتصاد ديالك، ما كتعرفش شنو المستوى ديال التكوين المهني ديال 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 الاطر ديالك وديال اليد العامله ديالك، ما كتعرفش شنو هي العلاقات الدوليه او الارتباطات الاقتصاديه والتجاريه اللي عندك ما بين الدول، ما كتعرف والو. وما كان الجهل ليستفيد منه يوما بشرا. هذا ماشي كلام، هذا كلام كارل ماركس. جاميز انكور لينيورونس ناسيرفي بيرسون. اذا تنطلق من الجهل، اش غادي يمكن لك تعطي؟ اش غادي يمكن لك تقترح؟ إما الحماق إما الفهم الخاوية. كاين حتى الحالات ما صلحنا والو. أنا هكا كنشوف الأمور والله أعلم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.